Très bien, donc je termine sur l'organisation, le mesoul à la normalisation. Donc, معليش هضرتكم على لا نورم عليه هذه قلت لكم ديجا تستحقوها. انا يمكن طالب باش كي درت لا فيديو هضرت له على كلمه معينه ما يقولش حاير شي هذه الكلمه يفهمها. دونك انا بلوس قلت لكم من عرفت لكم ان اورغانيغرام، قلت لكم ان اورغانيغرام ايت اون ريبريزونتاسيون غرافيك نورماليزي. دونك قلت مدام سي كوا سي فهمناها ريبريزونتاسيون غرافيك قولي لكم كوا شكلها شكل غرافيكي عندها دي سامبول مليحه وهو ستيل نورماليزي. تخي بيان، دونك نشرح لكم معنى نورماليزاسيون غير باش نواصلوا الكور بطريقه ليزيبل. دونك قلت لكم لا نورماليزاسيون في عالم التكنولوجيا لابد نتفقوا على شكل معين ولا على معنى معين تاع تاع ماده تكنولوجيه. في كاع ماده مجال التكنولوجيا تلقوا هذا النوسيون، ماشي عندنا حنا، تلقوها في الالكترونيك، في الاوتوماتيك، في الانفورماتيك، في الماتيماتيك. دونك لا نورماليزاسيون هي نتفقوا على شكل معين، اون فا لو ستاندارديزي، ندير لهم ستاندارديزاسيون. اوكي، دونك سي بور سا قلت لكم كاين عده نورم تاع اللي يديروا هذا النورماليزاسيون، من بينها كاين ليزو. دونك ليزو قلت لكم لي سامبول، اي انترناسيونال حاجه عالميه، اس سي ستاندارديزاسيون بيان نورماليزاسيون، نقولوا ستاندارديزاسيون بيان نورماليزاسيون، والاو سي لورغانيزاسيون المؤسسه. دونك هي المؤسسه المسؤوله على لا نورماليزاسيون ولا تعطي الشكل المتفق عليه في مجال معين. دونك سي لا فيدراسيون مونديال دوغانيزم ناسيونال، هي فيدراليه عالميه متكونه من بلدان معينه. دونك لابوراسيون دي نورم انترناسيونال اي اون جينيرال كونفيي او كوميتي تكنيك دو ليزو. وهذا الفيدراليه تلقوا فيها عده كوميسيون، عده ليجان. من بين هذه الليجان كاين الليجان المسؤوله على الكوتي التكنيك التقني تاع الشيء. دونك التقنيه مثلا كيما من قالت لي بلي لوغرانيغرام ها كيفاش تخدميه، هذا لو سامبول تاع لا كونديسيون، هذا تاع لاكسيون، لا فلاش تاع واش اكسيتيرا. دونك ندير لكم مفصل على لوغرانيغرام، نعطيكم كاع الاشكال كاع لي سامبول، باسكو اليوم انا كنت بغي هاد لي سامبول باسكو نهضر على الشرطيه. دونك نستحق لو سامبول تاع الشرط اللي هو هاد لوزونج، نستحق السامبول اللي هو الريكتونغ اللي هو تاع لاكسيون الوغ ولاكسيون سينون اكسيتيرا. دونك وا بيان سور، دونك شاك كوميتي هاد اللجنه متعلقه في الكوتي التقني، شاك مومبر انتريسي بار اون ايتود ا لو دووا دو فير بارتي دو كوميتي تكنيك كريي بار سيت افي. لي زورغانيزاسيون انترناسيونال غوفرنمونتال اللي هي سادير دوليه اي نون غوفرنمون سادير تنتمي ان غوفرنمون او نون ان ليزون افيك ليزو بارتيسيب ايغالمون او ترافو. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale, la CEI, en ce qui concerne la normalisation électronique. Donc, là, vous voyez, l'ISO, c'est-à-dire qu'on a un hangar, on a un taouné, d'autres normes, les mettent, qui mettent l'ISO, a dit, on a un hangar, la CEI, il y a un hangar électronique. Vous voyez, très bien. دونك مثلا عندنا وليزو كي يقول لك ايزو، انت في كنت تقرا في المكتب في الليتراتور في كتاب معين تلقى ممكن تلقى كيما تلقى ليزو، ليزو فهمناها حتى هي، قلنا هي الفيدرالية المسؤولة على النورماليزاسيون، الفيدرالية المسؤولة على النورماليزاسيون وبيان ستاندارديزاسيون. واش تقول لي مدام لقى حداها دي شيفر ولي زاني؟ تخي بيان، هذوك لي شيفر هما على حساب المجال تاعها كيما في الدروا، قوانين كي تقرا القانون كي تقرا الدستور والقوانين تلقى كاين ارقام باسكو يعطيك المجال تاع الدستور المجال شتا هو، من بعد تدقيق كل ماده تحكي على موضوع معين. دونك هذه الارقام هي المواد سادير الماده المعينه. مثلا كون تقول لي هذه الايزو اللي هي 14001 وحدها 2015 بلي هذا القانون ولا هذه النورماليزاسيون خرجت في 2015، وش هي 14001؟ هو سي تشيفر اللي يعطينا معنى على اي في اي مجال. دونك مثلا هذا ليزو 14001 سي لو سيستيم دو ماناجمنت في اطار الماناجمنت انفيرومونتال تاع البيئه. دونك سي ليزيزونج اي لي لين ديريكتيف بور سوسيزاسيون، تعطينا قوانين في اطار لاغوزاسيون تاع البيئه تاع التقييم والاهتمام بالبيئه. كاين مثلا دونك سي اون نورم دو سيستيم دو ماناجمنت هضرنا عليها وخرجت في 2015. فيما يخصنا حنايا تاع الاورغانيغرام حنا سي ليزو 5807، هاد ليزو اللي هي دات لا دات تاعها في 15 فيفري 1987 زي لا فيرسيون الاولى، نقول حنا القانون الاول اللي خرج في هذا الاطار تاع لاورميزاسيون خرج في 85، ما تكون كاين التعديلات دائما كاين التعديلات. دونك ممكن تلقى لو ميم نيميرو تلقى حداه 1995 بلي تبدل في 95 زادوا له حاجه نقصوا له حاجه اكسيتيرا. Donc elle concerne le traitement de l'information grâce à des symboles de documentation et de convention. Donc fimi khos l'organigramme, nguli madame had la normalisation تاع l'organigramme شكون دارها؟ نقولك دارتها ليزو، وها هو الشطر تاع ليزو الماده اللي متعلقه بالorganigramme. باسكو ليزو ما ديرش غير l'organigramme، دير كاع المجالات اللي متعلقه في التكنولوجيا.
دونك من ناحيتنا حنا انا نورمالي في الايزو اللي عندها الماده 5807 هي الماده اللي اول فيرسون تاعها سي في 95 وبين نقولوا بروميير اديسيون الخروج الاولي تاعها نفس نظام القوانين. شو القوانين عندها تعديلات؟ كاين قانون تاع 2001 ماشي كيما قانون تاع 2020 في اطار معين، مثلا في جو سي با انايا في التسجيلات الجامعيه تلقى كاين تغييرات هي يسموها التعديلات، دونك القانون نفسه. دونك حنا ليزو هذه عندها قوانينها، عندهم الارقام تاعها وكاين تعديلات. دونك هذه 5807 اول خروج تاعها اول اديسيون كانت في 15 فيفري 85 اللي هي تهضر على لو تريتمون دو لافورماسيون فيما يخص المعلوماتيه وفي مجال لي سيمبول مين بغون سيمبوليزو المفاهيم التكنولوجيه المعلوماتيه دونك دو دوكيومونطاسيون اي دو كونفونسيون. دونك تقول لي مدام نقول لك باللي هذا الاورغانيغرام ايتي نورماليزي بهذا فيرسيون بهذا لا نورم اللي هي ايزو 5807 ولادي ساعدتكم شويه نظره على عامه على الاورغانيزاسيون كي تلقوها تكونوا عارفين بلي سي دي فيدراليه مسؤوله على لا ستاندارديزاسيون تاع المفاهيم والاشكال التكنولوجيه المعلوماتيه في مجالنا حنا تاع المعلوماتيه ومجالات اخرى بيان سور. دونك هذا هو المعنى العام بشكل عام. دونك بيان نولوا الشرطيه تاعنا. دونك درنا هاد الهضره تاع لا نورم غير من تعرضنا للاورغانيغرام. مانتونون الشرطيه هضرنا عليها قلنا كاين سي الوغ سينو. دونك اون جينيرال في الاول كنا عرفنا كنت تكون باساج بين الالغوريتم والبروغرام تخي بيان كنا شفنا بلي قلنا البروغرام هو اللي اكزيكتو في الماشينة ولكن لابد لها ان الالغوريتم هو الفهم تاعه والديتاي تاعه. وشفنا كيفاش نفوتو من الالغوريتم بروغرام كنا ندو الالغوريتم تاعنا ندخل لاصال تي بي تاعنا ونبدو نترجموه بلغة السي باسكو نخدمو بالسي تري بيان. مانتونون زدتكم اليوم المفهوم تاع الاورغانيغرام. دونك هادو هما لي تخوا باس زدنا جي في وسطها وفهم وهضرنا الفائده تاعه قلنا الفائده يعاوننا باش نصحوا اخطائنا ولا نحسنوا الا كان عندنا اخطاء في البرنامج ولا في النتائج ونحاولوا نحسنوا من النتائج بالشكل اللي بغيناه. دونك مين يكون بروجي كبير بروغرام تاعنا كبير وبيان تاعنا كبير لوغانيغرام يعاوننا في ايجاد الاماكن اللي فيها الغلط ونصحوها بيان. دونك هذا هو دوك التسلسل باسكو زدنا لوغانيغرام هذا التسلسل. عندنا لوغانيغرام تاعنا اللي تعلمناه كيفاش نديرو، عندنا لوغانيغرام تاعه بو عندنا لو بروغرام. هذا بالنسبه لكاع لوغانيغرام بشكل عام. فيما يخص الشرطيه هذا هو لو باساج. دونك اون جينيرال في الشرطيه لوغانيغرام تاعها هذا هو عندنا لوغانيغرام الاسم تاعها سميته هنا كونديسيونيل. عندنا مثلا نعطيك مثال هنا سان اكزومبل مثال. عندنا مثلا سان لوغانيغرام اللي يدير الكومباريزون المقارنه بين عددين طبيعيين. هذا اكزرسيس ساهل غير باش نفهموا الشرطيه. دونك عندنا هذا هو كيفاش نكتبوا الشرطيه. دونك عندنا صيدنا الالغوريتم عطانا الاسم تاع عندنا بوان فيرغول لا ديكلاراسيون عندنا معطيات عندنا عددين اللي تيب تاعهم انتيجر. دونك عندي الديبي تاعي تاع الالغوريتم. دونك نكتب سي ا سوبيريور ا بي باسكو باغي نقارن بين العددين. سي ا سوبيريور ا بي الوغ شندير ندير اكسيون هنايا سميتها اكسيون سي لا كونديسيون اي فري. انا غير باش نشرح لاكسيون قد تكون اي حاجه لافيكتاسيون قد نقول برينت مثلا اكخير اكبر من بي. هذه غير في بصح كتبتها لكم على شكل المعنى باش نعرفوا واش نكتبوا. سي لاكسيون سي لانستركسيون من تكون لانستركسيون من تكون لا كونديسيون تاعي هذه محققه من يكون بصح الا اكبر من بي. سينو كي نقولوا سينو شنو هو عكس الشرط. دونك هو هنا العكس يعكسه اوتوماتيكمون البروسيسور انت مش قادش تكتبه ما تعاودش تكتب له العكس انت هو اوتوماتيكمون يعكسه. دونك لو سينو هو ا العكس تاع سي كوا تاع الانفيريور شنو هو انفيريور ويغال مو كاع الحالات متبقيه. دونك سي انفيريور ويغال. دونك عكسين هي انفيريور ويغال مي يكون العدد ا اصغر او يساوي بس هو نديرو العكس. دونك يدي يروح للسينو يدير لي هاد لاكسيون. دونك سي لاكسيون سي كونديسيون اي فاس. دونك لاحظتوا باللي سي بعد الالوغ لانسوسيون نديروها من تكون هذه ليفاليسيون تاعها فغي. سينو نديرو لاكسيون تاع سينو من تكون هاد ليفاليسيون تاعها فوس. فوي تخي بيان ولاحظتوا باللي ديبي والفان. دونك هذه سي وسينو فان دو سي هنا تكملي لا فان دو سي وعندنا لو ديبي هنا لا فان تاع الالغوريزم. بالنسبه للاورغانيغرام هندو الاشكال تاع الاورغانيغرام لاحظتوا بلي ناخذوا الاشكال. دونك في الاورغانيغرام هذا الشكل شوف لاحظتوا بلي هذا ماش ريكتونغ هذا سي ان اوفال ان شكل اوفال ريكتونغ بصح عندنا الاشكال تاعنا جايه دوري مدوره دائريه سيركولير. دونك كيس كون في سي لو ديبي. دونك هذا سي لو ديبي تاعها مادو لا فليش ها لا كونديسيون لا كونديسيون تاعي شنو هي سي اش بي بي كتبت اش بي بي ندير بوان دانتروغاسيون بلي كوم مازال مانيش عارفه حسب التقييم تاعها الا كان تقييمها صحيح ندير لاكسيون تاع سي كونديسيون فري تاع لاكسيون اللي جايه بعد الالوغ لاكسيون اللي جايه بعد الالوغ سينو نو تلاحظوا بنروحوا لاكسيون سي كونديسيون فوس ندير هاد لاكسيون ما نديرش هادي.
دونك هنا في الخروج هذا في ليكزيكسيون بروسيسور يدير هي هذه هذه ما يدوش مع بعض امبوسيبل يدير هي هذه هذه يا على قولنا لا سيليكسيون على قولنا الاختيار دونك يدير هذه اون كاين هذه فري ويدير هذه اون كاين هذه فاس ايوا يكمل روح لا فان تاع الانستركسيون تاعنا.